بتفضل وجودك فيه في كل المراكز اللي شاركت انا في بدايتي في الناشئين خالص يعني بدايتي في النادي الاهلي وانا عندي انا في الناشئين وانا عندي 8 سنين في النادي الاهلي فبدايتي خالص اول ما لعبنا بدايه مباريات يعني ملعب كبير 11 بلعب باك رايت يعني عمري ما لعبت مساك عمري ما لعبت ديفندر عمري ما لعبت اصلا باك رايت يعني موجود مثلا كابتن محمد كابتن عمرو انور كابتن بدر كانوا بيلعبوني باك رايت دايما يعني فانا بدات العب مساك على كبر بدات العب الديفندر دي يعني كابتن حسام بدري كنت اول مره العبها معاه كان في كاس العالم للانديه قدام مباراه بعد اصابه مع الفريق الاول مع الفريق الاول كانت اول مره العب فيها ديفندر كنت بعد اصابه حسام غالي بس اول مره بقى ديفندر صريح اللي هو انا وواحد جنبي يعني كنت في الاول بلعبها بس ثلاثه وانا اللي ببقى في النص اللي بحس ان انا ابقى ليبرو متقدم يعني ابقى برده تلعب ورا الاثنين هاف ديفندر بينهم وبين المساكين بالظبط فكاني مساك يعني ما تعتبرش ديفندر فاول مره في حياتي العب ديفندر صريح اللي هو بعد اصابه حسام غالي في كاس العالم للانديه يعني فدي كانت بالنسبه لي هي عجبتني يعني بوزيشن عجبني ان انا ببقى حر بالكوره بتجري في الملعب كتير انا بحب ان انا ما اقفش في مكان يعني انا بحب في الملعب اجري كتير مجهودي كتير في الملعب فانا بالنسبه للديفندر دي بحبها بحس ان انا ازيد عندي حته الزياده زي ما حضرتك قلت حسام غالي كان من نجوم في المكان ده وكان عنده القدرات الدفاعيه لا بس حسام غالي اعلى بكتير والجانب المهاري كمان كان مخلي عنده دور البلاي ميكر والقدرات الهجوميه والتهديفيه طبعا كابتن حسام غالي اعلى بكتير في الحته دي لان هو عنده الكنترول على الكوره اعلى مني بكتير بحس ان انا عشان مساك شويه فانا متعود ان انا استلم والعب بسرعه استلم والعب بسرعه فاهم يعني عايزه وقت وعايزه عندك نزعه هجوميه بالظبط عندي نزعه هجوميه بتسدد كتير بتقرب من المرمى دي محتاجه ماتشات كتير لو لعبت ماتشات كتير دي تيجي بالماتشات فاي حاجه بتيجي بالتمرين واي حاجه بتيجي بالماتشات فانا بالنسبه لي بفضل ان انا العب ديفندر بحيث ان انا ازيد كتير وهاجم كتير مين على المستوى المحلي قلت انك معجب جدا كنت باداء النجم حسام غالي كابتن حسام في المركز ده على المستوى الدولي مين اللاعبين اللي شفتهم متميزين ونفسك تأدي بنفس الشكل ده في مركز الهاف ديفندر لا في عندك يعني بحب مودريتش بس مع ان هو مختلف تماما عني هو يعني متقدم شويه عندك تشافي عندك انيستا في لعيبه كتير بس هم مختلفين عني تماما هم مهاريين اكتر انا دفاعي شويه بس في نفس الوقت لما بلاقي فرصه ان انا ازيد بيها بالكوره او اعمل دريبلينج بالكوره لقدام بعملها لانما مش بلاقي بس المهمه الاساسيه بتاعتي ان انا ادافع بتركز على الدفاع يعني لو المدرب بيطلب مني في المحاضره اللي قبل المباراه ان انت تنزل تسيب الحريه للي جنبك يعني الديفندر اللي جنبك هو ليه الحريه شويه انا اساعد الاثنين المساكين واميل مثلا لو على الباك رايت او مطلوب منك اكتر مهام دفاعيه الاثنين بس انا ما بسمعش الكلام شويه ممكن ابقى في عشان تقدر تجيب اجوان شفنا يعني في مباريات كتيره كهادر في العاب الهواء في الكرات المشتركه في التسديدات بتقدر تعمل ده يعني انا في ماتش النجم الساحلي اللي كسبنا فيه 6-2 انا بالنسبه لي انا لاعب ديفندر يعني هو كان قايل لي كابتن حسام بدري ان انا ما هاجمش اسيب الحريه لعمرو السوليه يعني ما قاليش هاجم خالص يعني انا بالنسبه له انا مساك ثالث يعني ما قاليش خد الكره واجري قال لي بس انت تلعب ناحيه علي معلول عشان علي بيحب يهاجم كتير تغطي ناحيه فانا غطي ناحيته وغطي مع سعد ونجيب دي كانت مهمتي في ماتش النجم بس انا يعني انا ما بحبش اكون يعني زي ما بيقولوا كده ماليش دور في الفرق يعني ده دور مهم بالنسبه لي بس انا بحب اعمل حاجه زياده بحب اعمل لما بتلاقي فرصه تعمل اكتر من الجهاز الفني طلبه بالظبط وكان اللعيبه بصراحه في المباراه دي كانت مساعداني وكانت لا الفريق كله كان بيلعب بشكل مميز جدا والجمهور كان معانا يعني من اول دقيقه لاخر دقيقه لان احنا كنا موقفنا صعب جدا هناك طيب شايف ازاي فرص العوده للتشكيل الاساسي للاهلي